الربح من اليوتيوب. الربح من اليوتيوب يا جماعة الخير مش صعب كتير، لكن في البداية بدك ايش؟ بدك تجمع اكبر عدد من المتابعين وتستقطبهم حسب ميولهم. ممكن تتكلم مثلا في مجال تكنولوجيا المعلومات، ممكن تتكلم في مجال مثلا الطبخ، ممكن تتكلم في مجال مثلا السياسة، ممكن تتكلم في مجال الاقتصاد، ممكن تتكلم في مجال الزراعة، في عدة مجالات ممكن تتكلم فيها وتستقطب أكبر عدد من المتابعين لقناتك. ودائما يا ريت انك تستخدم في قناتك الاشياء